احنا لازم ننقي العروسة مع بعض. من الحاجات المختلفة والجميلة والمفرحة السنة دي اننا شفنا عدد كبير من النجمات الكبار مشاركين بأدوار قوية ومؤثرة في مسلسلات رمضان، واللي خطفوا الأنظار من أول ما تعرضت الحلقة الأولى بأدائهم لدور الحموات، لدرجة في كتير منهم اتصدر الترند، واللي كان منهم النجمة شيرين اللي بتعتبر واحدة من أبرز النجمات اللي عملوا شخصية الحما في درامة رمضان السنة دي، وتحديداً مسلسل أشغال شقة، واللي جسدت فيه دور والدة هشام ماجد اللي مش بتستلطف زوجته ودايماً بتتدخل في حياتهم. الستايل بتاع شيرين اللي بيشبه كل الأمهات البسيطة بيفكرك من أول نظرة بدورها في سابع جار وبالفنانة دلال عبد العزيز ربنا يرحمها، وده بالمناسبة مش تقليل أكيد من شيرين، لأن شيرين أبدعت فعلاً في الشخصية دي أكتر في الحما صليطة اللسان القوية اللي دايماً في مناوشات بينها وبين زوجة ابنها، لأن شخصياتهم مختلفة عن بعض شوية ومش بيقبلوا ولا بيحبوا بعض، وغالبا هي اصلا ما كانتش راضيه عن الجوازه كلها من اولها. تركيبه كده لذيذه اتعملت كتير، بس مش اي ممثله بتعرف تطلعها مظبوطه ودمها خفيف وتبقى مقبوله عند الناس، بس نجحت فيها شيرين. الفنانه انعام سلوسة ظهرت في مسلسل اعلى نسبه مشاهده وهي بتعمل شخصيه الحمل المسنه، ولعبت انعام دور والده الفنان محمد محمود واللي برضو مش بتحب زوجته اللي بتقوم بدورها الفنانه انتصار، وبتحاول طول الوقت تكشف عن بعض المواقف غير الحقيقيه قدام بناتها واللي بتدل على انها كانت بتكرهها في بدايه زواجها بابنها، وقدمت النجم القديره اداء مميز خلى الجمهور يشيد بيها وبخفه دمها خلال الاحداث. وبيجمع المسلسل بين الفنانة القديرة إنعام سلوسة والفنان الجميل محمد محمود مشاهد كتيرة بتبين علاقة أم بابنها بشكل صادق يخليك مصدق وحاسس كل كلمة بتتقال فيه، مع نقل الحالة من لون الحزن لمواساة، وبتنتهي بمحادثة مضحكة من القلب زي علاقاتنا الحقيقية مع الناس القريبين مننا. فمن أكتر الحاجات اللي أثرت في المسلسل ده هي مشاركة الفنانة الكبيرة إنعام، لأنها فنانة مهمة وتستحق وبتتملك لياقة فنية كبيرة، فحقيقي شكرا لصناع العمل على أنهم هيكونوا سبب في أن الست إنعام سلوسة هتطل علينا في رمضان. كمان صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس اللي عملت دور الحما الغنية في مسلسل كامل العدد بلس، اللي بيعتبر الموسم الثاني لمسلسل كامل العدد، وأن من ساعة ما نزل خبر أن في جزء تاني أصلا هيتعمل والجمهور مستنيه، وعلاقة إسعاد يونس بدينا الشربيني زوجة ابنها في المسلسل علاقة غريبة، وعلى غير العادة شعارها التفاهم والمحبة والتقبل، لدرجة أن الاتنين ظهروا سوا في بعض المشاهد وهم بيتعلموا الرقص الشرقي. فالست إسعاد يونس بتقدم عظمة في مسلسل كامل العدد، وده مع أداء فني استثنائي كله مشاعر جميلة ودافية، وقدمت أحاسيس ولا أروع من كده. نجاح كبير حققته الفنانة فريدة سيف النصر بشخصية سترة العترة في مسلسل العتاولة، واللي خطفت الأنظار من طلتها الأولى في الأحداث، وخصوصا بدورها كحمات مصطفى بوسريع زوج بنتها اللي بتتسم لحد دلوقتي علاقتها بيه كلها خفة دم وحب، لأن في الحقيقة كل ما فريدة بتكبر تحلى وتزيد كاريزما، ده غير انها رمانة ميزان اي عمل بتشارك فيه، ونجحت في دور الحما الشعبية الجدعة. وبس كده، فيا ترى مين الممثلة اللي عجبكوا دورها كحما في مسلسلات رمضان السنة دي؟ ما تنسوش تتابعونا علشان يوصل لكم كل جديد.